يا رب العالمين يا صاحب الزمان الغوث الأمان يا مهدي أدركني يا صاحب الزمان الغوث الأمان يا مهدي أدركني. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تبينا. عاشورا بخوانیم به نیابت همه گذشتگان شهدا، همونا که گردن ما حق دارند به قصد فرج، به نیت سلامتی امام زمان، به قصد شفای همه مرزا، به قصد باز شدن گره و گرفتاری همه مردم عالم با فرج و حجت ابن الحسن. السلام عليك يا ابا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن امير المؤمنين وابن سيد الوسيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي ألت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة، بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم، برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله مني سلم لمن سالمكم وحرب لمن هاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله ابن مرجان، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي، لقد عظم مصابي بك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني أن يرزقني طلب الدارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني
عند جاوجي بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونسب لك الهر وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبرأوا إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوري عليكم وألا أشياءكم برئت إلى الله وإليكم منهم وأتغربوا إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالات وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الهر وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن هاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبتني لكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغنا المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام الهدى ظاهر ناطق بالعدل منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يؤتيني بمصابي بكم أفضل ما يؤتي مصابا بمصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي غضب ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل مهياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة أكباد اللئين ابن اللئين على لسان جه ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبدا الآبدين وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه اللهم فضائف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك
عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم عبد محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاودت الحسين وشاید وباید وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي ألت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبغي الليل والنهار. ولا جاله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانا وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابه. الحمد لله على أديم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبتني قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجر دون الحسين عليه السلام. شب عید خیلی این شبا کنار حرم علی ابن موسی رضا بودن. بیاین از همینجا سلام دیم به آقامون. اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضا. اللهم صل علی علي ابن موسى رضا المرتضى الإمام التقي النقي ووجهتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك يا علي بن موسى الرضا. تكيستي شريك قمن أهل عالمين در خاک توست کعبه اولاد آدمی. آن درد را که از همه پوشید داشتم تنها در آن حرم به تو گفتم تو محرمی. با که هر سخن تو از میهمان پر است مهمان نوازتر ز کریمان آدمی. یا علی ابن موسی تو این شب عید به فرج حجت ابن حسن به همه ما عیدی بدین یا امام رضا. قسمت میدنم به جان حسین میتوانی اگر جوابم کن. به همه گفتم غلام تو هم میتوانی اگر خرابم کن.
رو به اون لحظه ای که جوادت سر شما رو به زانو گرفت و تو رو به اون لحظه ای که کربلا پدر سر پسر رو به زانو گرفت و ناله ولدی ولدی زد. اللهم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان، اللهم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واشف مرضانا بالنبي وآله مع السلطان.